بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، طبتم مطوما مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات موازين حسناتكم وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في التعليق على العقيدة الطحاوية، هذه العقيدة التي دونها الإمام العالم المشهور الحنفي أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي عقيدة حنفية كما قلنا قبل ذلك، تسير وفق أو على منهج الأحناف من أهل السنة والجماعة. وكنا قد وصلنا في الإلهيات أو في باب الإلهيات منها عند قول الله تعالى، أو عند قوله تعالى إيه؟ ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. طيب، قال ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. ويملك الله عز وجل كل شيء ولا يملكه شيء، ولا يستغنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الخسران. طبعا هذا الكلام تأكيد لصفة الفقر للعبد، وتأكيد صفة القيام بالنفس للرب سبحانه وتعالى، أو هو ترجمة لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، فالله سبحانه وتعالى هو مالك هذا الملك. ولا يملكه شيء يعني لا يتحكم في تصرفه، ولا يدبر أمره، ولا يعقب على حكمه شيء مما خلق سبحانه وتعالى. وإلا تنافى هذا مع مفهوم الألوهية، فالإله الحق لا يملكه شيء، ولا يعقب على حكمه شيء، ولا يدبر أمره شيء سواه عز وجل، فهو سبحانه قائم بخلقه قياما تاما. وإن وردت النصوص أو بعض النصوص بأن بعض خلق الله سبحانه وتعالى يتصرف في هذا الكون بإذن الله، زي الملائكة الموكلة بمثلا بالرياح، أو الملك الموكل بإنزال المطر، أو الملك الموكل بإنزال الكتب أو الوحي للرسل وكذا، أو ما وردت به النصوص من أن بعض الملائكة تحمل عرش الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يفهم من ذلك أن الله يسند لهم هذه الأفعال احتياجا منه لهم، وإنما كما يقولون العرش وحملته محمولون بقدرة الله تعالى. فملك الرياح وما يقوم به لا يفعل إلا بالله تعالى، ملك الوحي الموكل بإنزال الوحي وما ينزل به لا يكون إلا بقدرة الله تعالى. فليس معنى توكيل الله عز وجل لبعض مخلوقاته بالتصرف في بعض ملكه أنهم ينفردون بذلك، أو أنهم هم أرباب هذه الأفعال، أو أن لله سبحانه وتعالى امتناع، أو يعني لا يستطيع أن يتدخل في هذه الأفعال. كلا، هؤلاء يقومون بهذه الأفعال بالله وليس بأنفسهم. إذن إيه؟ ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى. طيب، إذا كان الملائكة أو بعض من يتصرف في الكون يتصرف هذه التصرفات بفعل الله تعالى، فلما خلق الله عز وجل هذه المخلوقات؟ ولماذا لم يتصرف الله سبحانه وتعالى في ملكه مباشرة؟ يعني إذا كان الملائكة لا يتصرفون إلا بالله، وهم لا يقدرون على التصرف إلا بالله، فلماذا خلقهم الله وجعلهم واسطة بينه وبين الأفعال التي يقومون بها؟ هنقول هكذا اقتضت حكمته تعالى، وهذا من عظيم، أو هذا مما
اقتضته هيبة الألوهية، أن الله سبحانه وتعالى يكون له ملائكة يأتمرون بأمره ويفعلون في ملكه ما يوكله لهم سبحانه وتعالى. فإذا هذا من مقتضيات الحكمة، وهذا مما يعني مما اقتضته هيبة الألوهية. قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا يستغنى عن الله طرفة عين، ولا يستغنى عن الله طرفة عين. يعني إيه ولا يستغنى عن الله طرفة عين؟ يعني العبد في كل لحظة هو محتاج لله تعالى. يعني هذا الكلام فيه نفي لتصور وهمي، هو إنه طالما إن العبد خلقه الله سبحانه وتعالى، أو إن العبد مثلا أعطى الله له القدرة على أن يرى، فخلاص هو فيه خاصية أن يرى. الله أعطى العبد قدرة أن يسمع، فهو فيه خاصية أن يسمع. لا، هذا التصور غير صحيح. الله عز وجل يخلق فيك في كل لحظة قدرة جديدة على السمع، وقدرة جديدة على الرؤية، وقدرة جديدة على الكلام، وقدرة جديدة على الحياة، وقدرة جديدة على التصرف، وقدرة جديدة على الحركة. فالله سبحانه وتعالى يحدث في كل واحد في العالم، وكل حركة في العالم، وكل قطرة مطر تنزل في العالم، وكل تصرف في العالم يحدث في كل لحظة بإرادة إلهية جديدة وبقدرة إلهية جديدة. طيب، إذن نحن لا نستغني، ولا الكون كله ولا العالم كله يستغني عن الله تعالى طرفة عين. لأنه لو نزع الله عز وجل قيوميته، لو نزع قيوميته عن خلقه لعاد إلى العدم. نحن أصلنا عدم، لو نزع الله عز وجل قيوميته عنا نعود إلى العدم فورا. لذلك الله عز وجل يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ويمسك فعل مضارع يدل على التجدد والحدوث. فمش ربنا رفع السماء وبسط الأرض وسابهم هم مرفوعين كده، لا، ده الله عز وجل يحدث في كل لحظة للسماء إمساكا جديدا، وفي كل لحظة للأرض بسطا جديدا وثباتا جديدا واستقرارا جديدا. فالله يمسك يعني في كل لحظة يحدث إمساكا جديدا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ومن مقتضيات اسم الله القيوم أن يكون هذا هو الأمر، فالقيوم هو القائم على شؤون خلقه، والقيام على شؤون الخلق معناه أن سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني في قيام دائم في كل لحظة وفي كل طرفة عين. ماشي كده؟ يبقى إذن إيه؟ ولا يستغنى عن الله طرفة عين. طب إذا كان الأمر كذلك، يعني إذا كان الأمر كذلك إنه لا يستغنى عن الله طرفة عين، فلما يستغني بعض الناس عن الله سبحانه وتعالى؟ لما يتوهمون أنهم يمكنهم الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى؟ ده جهل، وده يعني إيه؟ عدم علم بحقيقة الأمور. العلم بحقيقة الأمور هو إنه الله عز وجل هو الذي يمد في كل لحظة بالحياة. فإذا لا يستغنى عن الله، ولا يتصور الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. ولا يستغنى عن الله طرفة عين. ومن استغنى عن الله، إذا هو يمكن الاستغناء عن الله؟ خد بالك هنا، الأمر هنا إما أن يكون استغناء على الحقيقة أو ظن الاستغناء. أما الاستغناء على الحقيقة فهذا لا يكون، هذا لا يكون، وإلا كان في الكون إله مع الله. يعني من استغنى عن الله، من استغنى عن الله حقيقة فهو إله،
يبقى الاستغناء حقيقة هذا لا يكون ولا يتصور. طيب في بقى ظن الاستغناء إن العبد غير مستغني وهو قائم بالله، يرزقه الله، يحييه الله، الله يمده بالنعم المختلفة ومنها نعمة الحياة والوجود، ثم هو يظن أنه مستغن عن الله. يبقى المعنى هنا المراد هو المعنى الثاني وليس الأول، يعني ومن ظن أنه استغنى عن الله، ومن ظن أنه استغنى عن الله. قال ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، يعني من ظن أنه قائم بنفسه أو من ظن أنه متصرف في شؤونه وأن الله لا يتدخل في قيامه بنفسه أو لا يتدخل في شؤونه أو لا يتدخل في تدبيره فقد كفر، فقد كفر. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الخسران. ليه كان من أهل الخسران؟ لأنه يصادم صريح القرآن، لأنه يصادم صريح القرآن لمصادمته لماذا يا أخوانا؟ لنص القرآن الذي فيه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وليه كمان صار من أهل الكفران؟ لأن الاستغناء صفة الربوبية والافتقار صفة العبودية. يبقى إذن النص مرة أخرى ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا يستغنى عن الله تعالى طرفة عين. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الخسران أو وكان من أهل الخسران. ثم قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها تكون مع الفعل. ده كلام عن أفعال العباد. ده كلام عن إيه يا أخوانا؟ أفعال العباد. ومسألة أفعال العباد اتكلمنا فيها أكثر من مرة، وقلنا إن العلماء في مسألة أفعال العباد على ثلاثة، ماذا؟ على ثلاثة آراء. فاكرين ولا نسينا؟ أفعال العباد قلنا فيها ثلاثة آراء. لا، إحنا قلنا أولا فرقنا بين أفعال العباد الاضطرارية والاختيارية، أليس كذلك؟ وقلنا إن الخلاف فين؟ في الاختيارية ولا الاضطرارية؟ الخلاف في الاختيارية. وقلنا إن هذه الأفعال الاختيارية مثل ماذا؟ اختيارية زي إيه؟ زي يفعل أو لا يفعل، زي يمشي أو لا يمشي، زي يقوم أو يقعد. طب الاضطرارية زي إيه؟ زي حركة المرتعش وحركات القلب، مش كده؟ طيب إذن إيه أفعال العبادة هي؟ هنقسمها إلى اضطرارية واختيارية. الخلاف في هذه، دي الاضطرارية، هذه يوجد اتفاق بين كل البشر أنها ليست بفعل العبد، هذه بخلق الله قولا واحدا، يعني لا خلاف في هذا، إن العبد غير متصرف وغير متحكم في حركة قلبه ولا متحكم في حركة رموشه ولا متحكم في حركة أعصابه أو معدته حين تهضم الطعام. ما فيش حد خالف في هذا. الخلاف فين؟ في الحركات الاختيارية، زي دلوقتي حملي هذا القلم وحركة يدي بهذا الشكل وكذا، ده اللي فيه الخلاف. وقلنا إنه في عندنا القدرية وفي عندنا الجبرية وفي عندنا أهل السنة، أليس كذلك؟ وقلنا إن القدرية اللي هم المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون إنها
بإيه؟ بخلق العبد. جبريل يقولون إنها بخلق الله سبحانه وتعالى. أهل السنة يقولون إنها تحدث بقدرتين، قدرة قديمة وقدرة حادثة. القديمة هي قدرة من؟ قدرة الله، والحادثة قدرة العبد. أهل السنة زي ما حضراتكم عارفين مدرستين، أهل السنة إيه؟ مدرستين، الأشاعرة والماتريدية. كويس كده؟ الأشاعرة يقولون إن قدرة العبد غير مؤثرة، قدرة العبد غير مؤثرة، يعني الفعل يقع بقدرة العبد وقدرة الله، لكن قدرة العبد لا تؤثر في الإيجاد ولا الإعدام، فالفعل يقع شكلا باكتساب العبد، أو يقع شكلا يؤديه العبد، لكن الفاعل الحقيقي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الماتريدية بيقولوا إن قدرة العبد مؤثرة في وصف الفعل لا في أصله. يعني إيه مؤثرة في وصف الفعل لا في أصله؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يخلق في العبد القدرة على الفعل، لما العبد يعزم على فعل شيء معين الله يخلق فيه هذه القدرة أو هذه الاستطاعة، ثم العبد بعد ذلك إما أن يختار دخول المسجد أو عدم دخول المسجد، الأكل أو عدم الأكل، فعل الطاعة أو فعل المعصية. فيبقى العبد عنده القدرة دي الإلهية دي اللي هي كأنها مادة خام يستطيع أن يفعل بها الطاعة أو المعصية، تمام كده؟ فربنا كأنه بيعطي العبد إيه؟ الأصل هو المادة الخام للفعل، ثم العبد بعد ذلك إذا اختار المعصية يبقى ضيع على نفسه أنه يفعل ماذا؟ يفعل الطاعة. طيب كده؟ يبقى إذن أفعال العباد، الأفعال الاختيارية، القدرية قالوا إنها تكون بخلق الله بخلق العبد، الجبرية قالوا إنها تكون بخلق الله، أهل السنة قالوا تحدث بقدرتين، قدرة قديمة من الله وقدرة حادثة من العبد، الأشاعرة قالوا قدرة العبد غير مؤثرة، الماتريدية قالوا قدرة العبد مؤثرة في وصف الفعل لا في أصله. هتلاحظوا حضراتكم حاجة، وهي أن الأشاعرة رأيهم أقرب إلى الجبرية، الماتريدية رأيهم أقرب إلى القدرية، بس مش قدرية ودول مش جبرية، مش كده ولا ايه؟ يعني دول قالوا انه في قدرة للعبد، دول قالوا ما فيش قدرة للعبد خالص، فيظل هناك ايه؟ هناك فرق بين الجبرية والأشاعرة، وهناك فرق بين المعتزلة والماتريدية. ودي قاعدة كده حضرتك ممكن تفهمها او تعرفها علشان تعرف فين كل فرقة من هذه الفرق. هم بيقسموا الفرق الإسلامية الكبرى الى اربعة، فبيحطوا المعتزلة هنا، وبيحطوا أهل الحديث هنا، خلاص كده، وبيحطوا في النص أقرب إلى المعتزلة الماتريدية، وبيحطوا الأقرب إلى أهل الحديث ماذا؟ الأشاعرة. فلذلك بيقولوا إنه مجمل آراء الأشاعرة هي وسط بين أهل الحديث والماتريدية، ومجمل آراء الماتريدية وسط بين المعتزلة والأشاعرة، وعلى طرفي النقيض المعتزلة الذين مالوا ناحية الرأي والعقل والنظر، وأهل الحديث الذين مالوا ناحية النقل والخبر. ففي الوسط مين؟ أهل السنة. في الوسط هنا أهو كده، دول إيه؟ متكلمي أهل السنة، دول وسط، لكن مع انهم وسط، لكن الوسط هذا ليس وسطا حسابيا، مش واحد زائد واحد، لا، الوسط ده ممكن يدخل فيه النظر
والاعتبارات المختلفة والاجتهاد. فلذلك لما اجتهدوا في تحصيل الوسط اختلفوا في بعض المسائل، فلما اختلفوا في بعض المسائل كان منهج الماتريدية أقرب إلى العقل، ومنهج الأشاعرة أقرب إلى النقل. ماشي؟ يبقى هنا نقول هنا إيه كده، هو ده خط العقل، ده كده خط النقل، تمام كده. كده إيه باختصار بحيث حضرتك تبقى عارف منهج كل فرقة من هذه الفرق الكبرى. يبقى على طرف خط العقل هتلاقي المعتزلة، على طرف خط النقل هتلاقي أهل الإيه؟ أهل الحديث، وفي الوسط متكلمي أهل السنة الذين حاولوا الجمع بين العقل والنقل. يعني هو أهل السنة عملوا إيه؟ عايزين يجمعوا بين أدلة المنقول وأدلة الإيه؟ وأدلة المعقول. فلما اجتهدوا في هذا الجمع كان لهم اجتهادات ونظرات مختلفة، فبعضهم كان أقرب إلى المعقول منه إلى المنقول وهم الماتريدية، وبعضهم كان أقرب إلى المنقول منه إلى المعقول وهم الإيه؟ وهم الأشاعرة. ومسألة أفعال العباد دي من المسائل الإيه؟ اللي بتكشف لك هذا التقارب بين الإيه؟ الأشاعرة والجبرية وبين الماتريدية والقدرية. واضح كده يا جماعة؟ نرجع للمتن. طيب إيه بقى حكاية الاستطاعة؟ في حكاية الاستطاعة، الاستطاعة اللي هي القدرة، الاستطاعة اللي هي الإيه؟ القدرة. القدرة التي يكون بها الفعل إما أن تكون قدرة تمكن أو سلامة الآلات والأعضاء. خلاص كده، سلامة الآلات والأعضاء. يعني أنا دلوقتي عشان أشيل الترابيزة دي ها ايه لازم يكون انا متمكن، يعني اعضائي سليمه، ايديا اللي هشيل بيها على الاقل ايه سليمه، فيا صحه ان اشيل. كويس، ده معنى من معاني الايه، من معاني القدره. كويس كده. في نوع تاني يسموه بقى ايه، قدره الايه، او اللي هي القدره على الفعل، او اللي هي تكون عند الفعل. يبقى في قدرة، قدرة التمكن أن تكون قبل الفعل، قبل الفعل، وفي قدرة عند الفعل. خلاص كده. يبقى إيه، أنا دلوقتي ممكن أكون أريد أن أحمل هذه الطاولة مثلا، كويس، فأنا عشان أحملها مطلوب مني نوعين من القدرة، أولا سلامة الآلات، ثانيا القدرة التي يخلقها الله عز وجل في عند إرادة إيه؟ حمل هذه الطاولة. مش احنا قلنا انه كل حاجة في الكون لا تغيب عن الله عز وجل طرفة عين؟ طيب يبقى إذن انا يحتاج الى حاجتين، الى سلامة الآلات زائد زائد ايه؟ ان ربنا يقدرني على هذا عندما انوي الفعل في لحظة الايه؟ الحمل نفسها، أليس كذلك؟ إذا القدرة بتطلق على ايه؟ على نوعين من القدرة، قدرة تمكن او قبل الفعل، وقدرة عند الايه؟ عند الفعل. كويس كده؟ طيب نرجع بقى المثل اذا فهمنا دي. اللي بيقول ايه؟ والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يجب يعني يكون، استطاعة التي يكون بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها، من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها، تمام كده، تكون مع الفعل، تكون مع الفعل. يعني ايه هي الاستطاعة او القدرة التي يحصل بها الفعل؟ اي واحدة في الاثنين؟ عند الفعل. دي كده هي التي يحصل بها الفعل، التي يحصل بها الفعل تكون عند الفعل. خلاص كده. اهي القدرة التي تكون عند الفعل التي يحصل بها الفعل دي، دي عاملة زي التوفيق، أو هي من التوفيق الإلهي.
التوفيق عكسه إيه؟ الخذلان. والتوفيق والخذلان كلاهما من عندي الله تعالى. فإذا العبد وظف هذه القدرة في الطاعة تسمى توفيقا، وإذا وظفها في المعصية تسمى ماذا؟ تسمى خذلانا. طيب قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها تكون مع الفعل. يبقى احنا عندنا في قدرة بيخلقها الله عز وجل مع الفعل. عشان حضرتك قبل ما تشيل اي حاجة تقول بسم الله. شوف بسم الله ليها دلوقتي ايه، عرفنا فائدتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه كل حاجة يعملها يستحب ان يبدأ فيها بماذا؟ بسم الله. ليه؟ ان ربنا قد يقدره على الفعل وقد لا يقدر العبد على الفعل. وده فرق بين واحد يعلم ان الله معه في كل لحظة، واحد اتقال له زمان ان ربنا موجود وبيردد انه اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله وخلاص، وبعدين ربنا غاب من على من قلبه. لا، الاسلام هنا العقيده هنا بتعلمنا ايه؟ تعلمنا انك في كل لحظه ربنا بيخلق فيك قدره جديده على فعل جديد. فلذلك انت بتستعين بالله في كل وقت في كل حين، تفتقر لله في كل وقت في كل حين، لا تستغني عن الله في كل وقت في كل حين. والاستطاعته، مفيش مجازا هنا، مجازا ايه حقيقة. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق بها تكون مع الفعل. يبقى الاستطاعة او القدرة التي تكون مع الفعل دي لا يوصف المخلوق بها، وانما من الذي يعطيها؟ الله سبحانه وتعالى. واما الاستطاعة، العلماء بقى لما بيجوا يتكلموا شوية فصصوا شوية في الموضوع دوت، يقول لك ايه؟ انه هذه القدرة صفة. هذه القدرة ايه؟ صفة. يعني ايه صفة؟ يعني عرض. يعني ايه عرض؟ يعني يحتاج الى ذات تقوم به. يعني ايه كمان؟ يعني لا يبقى زمنيا. يعني لا يبقى زمان. العرض من صفاته كده انه لا يبقى زمانين. ومصيره الزوال. ومصيره الزوال طبعا، خلاص كده. فالعرض لا يبقى ايه؟ لا يبقى زمانين. فبيقولوا انه هذه القدرة التي يخلقها الله عز وجل فينا صفة يخلقها الله في العبد عند اكتساب الفعل، مش قبله ولا بعده. لأنه لو خلقها قبله وهي عرض يبقى هيبقى إيه؟ هيبقى زمانين. يبقى وجدت قبله ومعه، يبقى كده وجد العرض فين؟ في زمانين. والعرض لا يكون إلا في زمان واحد، تمام كده؟ فلذلك قالوا هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الآلات والأسباب. يبقى إذن الفعل بيتم يا أخواننا بنوعين من القدرة. بيتم بإيه؟ فعل العبد يتم بنوعين من القدرة: قدرة سلامة الآلات، وقدرة إيه؟ وقدرة يخلقها الله تعالى عند الفعل. واضح كده؟ فإن قصد فعل الخير، إن العبد بقى قصد فعل الخير، خلق الله تعالى قدرة فعل الخير فيه. وإن قصد فعل الشر خلق الله فيه القدرة على فعل الشر. يعني الماتريدية هنا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إنه قدرة العبد أو فعل العبد أو التصرف العبد في أفعاله هي العزم، العزم على الفعل. فهذا العزم من العبد، ثم إذا علم الله في العبد أنه سيعزم على أمر يضع فيه القدرة في اللحظة، يضع فيه الإيه؟ القدرة في اللحظة، تمام كده؟ قالوا هي صفة يخلقها الله تعالى، اللي هي الإيه بقى؟ اللي هي عند الفعل. هذه القدرة التي تكون عند الفعل عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات. احنا ما بنقراش في المتن، احنا دلوقتي في الشرح مع بعض لسه.
فإن قصد فعل الخير خلق الله تعالى قدرة فعل الخير، وإن قصد فعل الشر خلق الله قدرة فعل الشر، وكان هو المضيع لقدرة فعل الخير. يعني كأن القدرة اللي ربنا بيديها له دي إيه؟ مادة خام، يستطيع هو أن يوظفها في اليمين أو في الشمال، تمام كده؟ فيستحق الذم والعقاب، ولهذا ذم الله تعالى الكافرين بأنهم لا يستطيعون السمع، لا يستطيعون السمع. وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان. طيب، يبقى إذن يا أخوانا هنا إيه؟ إن القدرة زي ما قلنا كده لها إطلاقان، لها إطلاقان يعني لها معنيان، قدرة لها معنيان، خلاص كده؟ فتطلق تارة ويراد بها حقيقة القدرة وهي مع الفعل، يبقى حقيقة القدرة تكون ماذا؟ مع الفعل. وتطلق أخرى ويراد بها الوسع والسلامة وهي قبل الفعل، الوسع والسلامة وهي قبل الإيه؟ الفعل. يعني الوسع والسلامة يعني التمكن، تمكن من الفعل، يعني كده. وبها قال وبها، وبها اللي هي إيه؟ الاستطاعة بأي معنى؟ بالمعنى الثاني، بالمعنى الثاني هو الوسع وسلامة الآلات. هو ليه بيقول كده الشيخ؟ لأنه لما الماتريدية قالوا هذا الكلام، الكلام كده لحد كده أنا عارف عندكم مفيش مشكلة خالص، لكن هتتسألوا سؤال لخبطكم دلوقتي، هتتسألوا سؤال لخبطكم دلوقتي، وهو إيه؟ إنه إذا كان القدرة حقيقة لا تطلق إلا عند القدرة التي عند الفعل، فالعبد إذن غير قادر على الفعل قبل القيام بالفعل نفسه. فإذا كان غير قادر فلماذا يوجه الله له الخطاب؟ عشان هو عنده قدرة العزم، عشان هو عنده سلامة الآلات. فهمتوا إزاي؟ لأن هو اعترض بهذا، إنه إذا كان العبد لا يقدر، لأن حقيقة القدرة هي التي تكون عند القيام بالفعل، قبل القيام بالفعل العبد لا يوصف بالقدرة، خلاص كده. وإذا كان لا يوصف بالقدرة فمعنى أن ربنا يخاطبه قبل أن يوصف بالقدرة أو قبل أن يقوم بالفعل، ده كده عبث، مش كده ولا إيه؟ فقال لك لا، الله عز وجل يخاطبه بالتكاليف المختلفة لأن عنده القدرة بالمعنى الإيه؟ بالمعنى الثاني اللي هو سلامة الآلات، أو المعنى الأول هو بمعنى التمكن أو سلامة الآلات والأسباب. ثم هذا العبد بناء على سلامة الآلات والأسباب هذه يتوجه إلى الفعل، فيخلق الله فيه عندها القدرة بالمعنى الإيه؟ بالمعنى الأول. واضح كده يا شباب؟ يبقى إذن وبها قال الشيخ، وأما الاستطاعة، وأما الاستطاعة من الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي إيه؟ قبل الفعل. وبها يتعلق الخطاب، أهي وبها يتعلق الإيه؟ الخطاب. ده رد على مين يا أخوانا؟ ده رد على من يسأل هذا السؤال، كيف يوجه الله لنا الخطاب إذا كنا غير قادرين على القيام بالتكاليف؟ قال وبها يتعلق الخطاب، اللي هو خطاب مين؟ خطاب الله لنا، خطاب الله لنا بالأمر والنهي والفعل وعدم الفعل. يبقى الخطاب متعلق بينا، ليه ربنا وجه لنا الخطاب؟ ليه ربنا كلفنا؟ ليه أمرنا؟ لنهانا؟ عشان عندنا القدرة بمعنى ماذا؟ التمكن، بمعنى إيه؟ التمكن، خلاص كده؟ طيب، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هداية الإرشاد، لا ده أمر مختلف، يعني احنا هنا بنتكلم عن القدرة بمعنى التمكن وسلامة الآلات والتمكن من الفعل، وبمعنى القدرة التي تكون عند الفعل، فده أمر مختلف. هنا ما حصل إشكالية، فكت شوية بتاعت
اللي هي الجزئيه اللي هو القدر. فكره ان هو لا بيبقى هنا العزم اللي هو بيعزمه ده ربنا بيضع فيه القدره، فالعزم ده اختيار من العبد. نعم، ده عند الماتريديه هذا العزم من العبد. وكده كده دي شويه فكره بنزل بيها. طب الحمد لله. يعني هو اللي بياخد العزم وربنا بيضع فيه. نعم الحمد لله. احنا كده وقفنا على كام مسألة فيها خلاف بين الأشاعرة والماتريدية، فاكرين؟ الثانية مش كده؟ الأولانية كانت ايه؟ صفات الأفعال. الأشاعرة بيقولوا حادثة والماتريدية بيقولوا قديمة. ده الخلاف رقم اثنين اهو، وهو ايه؟ قدرة العبد. قدرة العبد مؤثرة في افعال العباد ولا غير ولا غير مؤثرة؟ الاشاعرة بيقولوا غير مؤثرة، الماتريدية بيقولوا مؤثرة في وصف الفعل لا في اصله. طيب كده. طيب هو الاثنين اجتهادات مقبولة، الاثنين اجتهادات مقبولة. أي واحد مسلم هيعتقد اعتقاد الأشاعرة أو اعتقاد الماتريدية هو إن شاء الله يعني اعتقاده صحيح. التفاصيل دي كلها طبعا ما كانتش موجودة في عهد الرسول. العلماء بالضبط ما كانوش الصحابة يخوضوا في هذه المسائل، ما اتعبوش انفسهم، لكن لما جت الناس بعد ذلك وبدات تسال وتفصص، وبعدين العلماء ما يردوش عليهم فيبداوا هم من نفسهم يعتقدوا امور باطله، بدا العلماء يقولوا لا اوعى تعتقد كده ده باطل، فبدا علماء اهل السنه يتكلموا عشان يوضحوا للناس ما هو اقرب الى القران والسنه، ما هو اقرب الى نصوص القران والسنه. طيب القدره على تمكن الاستطاعه ده على راي الماتريديه اللي هو قدره العبد مؤثره في فعل لا في اصل ولا ده عموما. ده عموما. نعم. طب ازاي بقى تتفق مع راي الاشاعره ان قدره العبد غير مؤثره ما دام في تمكن في الاول وبعد كده في عند خلق الفعل؟ هم عند الاشاعره العبد ملوش داخل لا في هذه ولا في تلك. ايوه، ما عشان كده بسال ازاي عند الماتريديه. عند الماتريديه مؤثر هي قدرة العبد، هذه الآلات أيضا يخلقها الله سبحانه وتعالى في العبد، وهذه أيضا يخلقها الله في العبد، لكن عند الفعل نفسه قدرة العبد بيكون لها أثر في وصف الفعل، لكن عند الأشاعرة لا ليس لقدرة العبد أي أثر. فالخلاف فين مش يعني السؤال؟ هو الأشاعرة نعم الأشاعرة بيقولوا إنه القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، القدرة لا تكون إلا قبل الفعل. الماتريدية جم وقالوا إنه لا إحنا هنفصصها شوية، لأن هم عايزين يوضحوا رأيهم شوية حتى يبعدوا أنفسهم عن إن هم يكونوا شبه المعتزلة. تمام، فهم عايزين ما يكونوش زي المعتزلة فاضطروا للتفصيل، لكن القدرة أو الاستطاعة عند الأشاعرة كلها قبل الفعل. تمام، أما الماتريدية ففصلوا هذا التفصيل وقالوا القدرة بمعنى سلامة الآلات، والقدرة بمعنى الذي تكون به عند الفعل. العبد في هذه المرحلة يعزم، في هذه المرحلة العبد يعزم، في هذه المرحلة عند الأشاعرة العبد لا فعل له، لكن في هذه المرحلة عند الماتريدية العبد يعزم وصف الفعل العزم. في هذه المرحلة عند الاثنين يضع المقدرة، عند الاثنين الأشاعرة والماتريدية الاثنين من الله سبحانه وتعالى. واضح كده؟ طبعا ما نقدرش نقول انه التمكن ده من العبد عند الماتريدية، لذلك انا بقول الاثنين عندهم عند الفرقتين القدرتين بفعل الله سبحانه وتعالى، لكن الماتريدية فصلوا عشان يقول لك ان قدرة العبد في هذه المرحلة فيها معنى من العبد اسمه العزم. يعني انت لو جيت انت تسالي ماتريدي او تسالي اشعري القدرة بمعنى سلامة الآلات من الله ولا من العبد؟ الاثنين هيقولوا في نفس واحد من الله،
طيب يا سيدي، القدرة التي تكون بها يكون بها الفعل عند الفعل من الله ولا من العبد؟ الاثنين في نفس واحد يقولوا من الله. طب ليه اضطر الماتريدية فصلوا التفصيل دوت؟ عشان يبعدوا رأيهم عن المعتزلة، فيقول لك لا احنا بنقول ان قدرة العبد لها تأثير في اي مرحلة. قالوا في المرحلة دي، في المرحلة دي. الأشاعرة ما فصلوش، مش محتاجين تفصيل. ليه؟ لأن قدرة العبد عندهم بإطلاق في كل المراحل غير مؤثرة، فمش محتاجين يفصلوا. فهمت إزاي؟ فهو قدرة العبد عندهم ملهاش دخل في الفعل، هي عنده اكتساب فقط. تمام كده؟ وأما الاستطاعة من الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب. الخطاب اللي هو إيه بقى؟ خطاب إيه؟ خطاب التكليف. وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وخطاب التكليف، وخطاب التكليف يكون على قدر الوسع. شوف الماتريدية فهم النص إزاي. القدرة دي بيسموها قدرة الوسع، قدرة الوسع والتمكن وسلامة الآلات. فلا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ وسعها. يعني إلا، لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا عندما تكون هذه النفس متمكنة من الفعل. يعني أنت لو أعرج ربنا مش هيكلفك بالصلاة واقفا، مش كده ولا إيه؟ طب لو أنت بتقف وربنا كلفك بالصلاة واقفا، طيب كده إيه؟ توجه لك الخطاب. ليه؟ لقدرتك على الفعل. ثم لما تيجي أنت بقى تعمل الصلاة وأنت واقف، الله طالما عزمت، الله سيخلق فيك القدرة على الفعل. عند ماذا؟ عند الفعل. شفت رأي الماتريدية مفصل المسألة إزاي؟ طيب. وأما الاستطاعة من الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب. وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وأفعال العباد هي بخلق الله تعالى وكسب من العباد. والمقولة دي مما اتفق عليه الأشاعرة والماتريدية برضو. فكل فعل ينسب إلى الله خلقا وإلى العباد كسبا. يعني أنت دلوقتي لما تشيل الكتاب ده، فعلك ده لا نسميه شرعا خلق الحمل، وإنما نسميه اكتساب الحمل، لأنه لا خالق إلا الله. واضح كده؟ شرعا ما نقدرش نقول إن أنا خلقت الحمل، حمل هذا الكتاب. ما اقدرش اقول خلقت المشي، ما اقدرش اقول خلقت القعود، لكن انا اكتسبت الطاعه، اكتسبت المعصيه، اكتسبت المشي، اكتسبت القعود. ليه؟ لانه لا خالق الا الله، لقول الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. طب ليه بنقول طالما الله خلقكم وما تعملون، ليه بنقول انه العبد له كسب؟ لان الله ايضا قال: بما عملت ايديهم لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. يبقى إذن إيه؟ فعل العبد، لما أنت كده تجمع نصوص القرآن والسنة جنب بعضها، تعرف إن فعل العبد ليس خالصا للعبد، وإنما لله في فعل العباد صنع. واضح كده يا أخوانا؟ طيب. وأفعال العباد هي بخلق الله تعالى وكسب من العباد. يبقى لما حد يسألك يقول لك الإنسان مسير ولا مخير، يسأله لك لشيدة، الإنسان مخير ولا مسير؟ قل له الإنسان إيه بقى؟ الجواب عليه إزاي؟ عايز أسمع إجابتكم كده بعد اللي سمعتوه. قل له يا جماعة الإنسان مسير ولا مخير؟ لا في أصلا. أيوة. مكمل يا أسماء. وكل اختيارية لو على رأي الماتريدية يبقى في عزم عنده هو اللي بيجعله يفعل الخير أو الشر، لكن القدرة نفسها. طيب ماشي، قولي كده شيرين. هي نفس الفكرة ان
الافعال الاختياريه بيحصل يعني فكره خطاب التكليف توجه لينا بناء على اننا عندنا القدره على الفعل اصلا كويس عندنا امكانيه ان احنا نقوم بالفعل اذا هممنا بالقيام به طيب فما دام ده موجود فعشان كده توجه لنا خطاب التكليف فهو ده معنى الاختيار طيب بعد كده بقى لما بنيجي نقوم بالفعل نفسه عند القيام بالفعل الله سبحانه وتعالى بيخلق فينا القدره في القيام به عند لحظه القيام به طيب لكن ده مش معناه ان هو اجبرنا عليه ماشي تمام يعني ممكن نجاوب على السؤال بأكتر من طريقة يا جماعة إنسان مسير ومسير ممكن نجاوب عليه بأكتر من طريقة طريقة إن إحنا ممكن نقول إن الإنسان مسير لا شك في أفعاله الاضطرارية أفعاله الاختيارية لله فيها صنع يعني إيه ما بتتمش بقدرة العبد خالص وإنما لله فيها صنع ليه لله فيها صنع لأن الله خالق كل شيء لأن الله يقول الله خلقكم وما تعملون ببساطة كده ما تعقدوش الناس أنا بس أعقدكم ممكن لكن أنتم ما تعقدوش الناس عايزين نبسط الأمور إما نقول للناس يا جماعة في دائرتين وضحتين الدائرة الأولى أن الله تام العلم والقدرة والإرادة الدائرة الثانية أن إحنا محاسبون على أفعالنا إزاي بقى نجمع بين الدائرتين دولت أن ربنا تام العلم والقدرة والإرادة تام القدرة معناها أنه هو الذي يقدر ويفعل ما نقوم به تمام كده ومحاسبون يعني احنا اللي بنقوم بما نقوم به تمام كده فالدائرتين دولت مش عارفين نوجد صلة ما بينهم فهذا هو سر الايه هذا هو سر القدر ولا نخوض فيه واضح كده يا جماعة يبقى السؤال هل الانسان مسير او مخير لا يجاب عليه به مسير ولا يجاب عليه به مخير لا مش لازم فيها تفصيل لازم فيها تفصيل تمام كده قال وأفعال العباد هي بخلق الله تعالى وكسب من العباد يأما نقول له الإجابة دي يعني يقول لك الإنسان مسير ولا مخير قل له أفعال العباد الاختيارية بخلق الله واكتساب العباد ولم يكلفهم إلا ما يطيقونه ولا يطيقون إلا ما كلفهم الله عز وجل لا يكلف كما قال نفسا إلا إيه إلا وسعها فلم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقونه طبعا مسألة عدم تكليف الله العباد إلا بما يطيقونه مسألة محل اتفاق مفيش فيها اختلاف خالص إن ربنا بالفعل في القرآن في السنة في التوراة في الإنجيل في سائر الكتب لم يكلف عباده إلا ما يستطيعون القيام به إلا ما في وسعهم خلاص كده لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طيب وإنما في خلاف بسيط كده حتة صغيرة كده بسيطة وهي نعم إحنا متفقين على أن الله لم يكلفنا بالفعل إلا ما نستطيع لكن هل يجوز عقلا يعني خلونا نفترض كده مع بعض أن ربنا يكلفنا بما لا نستطيع ما هو سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء من ناحية تانية إزاي يكلفنا بما لا نستطيع يبقى خطاب عبث يكلف يعني ايه يكلف العباد بما هو يعلم انهم لم يستطيعوا القيام به كده ايه عبث كده مش مظبوط كده فلذلك هتلاقوا المساله ديت ايه تجاذبتها انظار المتكلمين فبعضهم قال لا يجوز ان يكلف الله العباد بما لا يستطيعون الأشاعرة قالوا يجوز أن يكلف الله تعالى العباد بما لا يستطيعون لأنه سبحانه وتعالى لا يقبح منه فعل شيء فيش حاجة ربنا بيعملها وحش كل ربنا بيعمله حلو ده قول مين الشاعر اللي منعوا كانوا المعتزلة قالوا ما ينفعش ربنا يكلف العباد
بما لا يطيقون، لأنه قبيح عقلا، قبيح إيه؟ عقلا. طبعا أصل التحسين والتقبيح العقليين دولت موجود عند مين؟ عند المعتزلة، عند الأشاعرة. التحسين والتقبيح معياره مش العقل، ولكن معياره إيه؟ الشرع. فاللي ربنا يعمله هو الحسن، اللي ربنا ما يعملوش هو القبيح. ما عندهمش معيار سابق على الكتاب والسنة. المعتزل عندهم معيار سابق، معيار سابق هو معيار الإيه؟ العقل. فالحاجة التي يستحسنها العقل إذا وافقت الشرع أو إذا وافقها الشرع يطلقون عليها إيه؟ يطلقون عليها حسنة. الحاجة التي أتى الشرع بها ويخالفها العقل يطلقون عليها قبيحة أو يؤولونها أو يؤولونها. طيب إذن إيه؟ لما يقول الشيخ هنا ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقونه، في اتفاق على أنه الله بالفعل الشرع الذي نقوم به يا أخوانا، في اتفاق على أنه إيه؟ ما فيهوش حاجة فوق طاقة البشر. طبعا ممكن التكاليف اللي ربنا بيكلفنا بيها فيها شيء من الصعوبة، لكن ما فيهاش استحالة. يعني صعب على الواحد أن يقوم يتوضأ ويصلي كل شوية، أو يقوم يتوضأ ويصلي في الشتاء، أو صعب على الواحدة أن تلبس الحجاب في الحر. في صعوبة لكن ما فيش استحالة، ما فيش إيه؟ استحالة، يعني صعوبة لا تصل لدرجة الإيه؟ الاستحالة. تمام كده؟ طيب يبقى إذن مسألة تكليف العباد بما لا يطاق من حيث الوقوع، هل وقع من الله تكليف للعباد بما لا يطيقونه؟ الإجابة لا، وده محل اتفاق. مسألة الجواز، الجواز العقلي كفكرة مجردة، المعتزلة والماتريدية قالوا لا يجوز أن يكلف الله عز وجل العباد بما لا يطاق. طبعا مستند الماتريدية غير مستند المعتزلة، خذوا بالكم، مستند الماتريدية غير مستند المعتزلة. الأشاعرة قالوا ماذا؟ قالوا يجوز أن يكلف الله العباد بما لا يطاق، فهو سبحانه مالك الملك، يفعل في ملكه، يفعل في ملكه ما يشاء، ولا يكون ظالما إذا كلف عباده بأي شيء أراد. الماتريدية الإمام الكمال بن الهمام ماذا يقول؟ يقول ولا أعلم أحدا منهم، يعني الحنفية، هو حنفي، ولا أعلم أحدا منهم جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تكليف ما لا يطاق. طيب يبقى إذن إيه؟ ثم يقول الشيخ وهم ولا يطيقون إلا ما كلفهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى إذا كلف العباد بشيء فإنه سبحانه وتعالى مباشرة يخلق في العباد القدرة على أداء هذا التكليف، مقتضى الحكمة كده. لأنه الماتريدية عندهم مفهوم مركزي قوي اسمه الحكمة، اسمه الإيه؟ الحكمة. هم لا يجيبون على الله شيء، لا يقولون كالمعتزلة يجب على الله أن يفعل الصلاح والأصلح، ولا يقولون إنه العقول تحسن وتقبح من نفسها، وإنما يقولون إنه مقتضى الحكمة الإلهية، مقتضى صفة الله الحكيم، إنه لا يكلف العباد بما لا يطيقون. واضح كده؟ طيب لكن مستند الأشياء المعتزلة كان إيه يا أخوانا؟ التحسين العقلي، تحسين العقلي. الماتريدية قالوا إيه؟ قالوا لا يجوز أن يكلف الله العبادة بما لا يطيقون. ليه؟ لأن الحكمة الإلهية تقتضي ذلك، الحكمة الإلهية تقتضي كده. زي بالضبط فكرة إيه يا أخوانا؟ زي فكرة جواز، برضو المتكلمين بحثوا وتكلموا في هذه المسألة، اللي هي جواز أن يعذب الله المطيع وأن يثيب الله العاصي. مش ربنا تام القدرة يعمل اللي هو عايزه في كونه؟ فقالوا طيب إذن هل يجوز أن يعذب الله المطيع وأن
يثيب الله تعالى العاصي؟ الأشاعرة قالوا نعم يجوز، يفعل في ملكه ما يشاء. الماتريدية قالوا لا يجب على الله شيء، لكن مقتضى الحكمة أنه لا يفعل ذلك. هو وصف نفسه بأنه حكيم، إذن هو لا يفعل ذلك سبحانه وتعالى. المعتزلة قالوا لا، لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى يجب عليه أن يفعل الصلاح والأصلح. شوفوا تشابه قول الماتريدية مع قول مين، لكن المستند مختلف. الماتريدية مؤدبين، المعتزلة عندهم قلة أدب مع الله، الله لا يجب عليه شيء، عشان كده بنقول ان هم مبتدعة. واضح كده يا اخوانا؟ يبقى اذا وهم لا يطيقون الا ما كلفهم الله تعالى به، وهو حاصل تفسير قول لا حول ولا قوة الا بالله. ايه حاصل تفسير بقى قول لا حول ولا قوة الا بالله؟ اللي هو ايه بقى؟ اللي هو أنه أن العباد لا يقومون بشيء إلا بالله، وأنهم إذا قاموا بما كلفهم الله به فإنما يقومون به بالله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي كلفهم وهو الذي أعانهم على الفعل. تمام كده؟ هو الذي كلفهم ثم هو الذي أعانهم على ماذا؟ أعانهم على الفعل. لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقول لا حيلة ولا حركة لأحد عن التحول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. طيب، يبقى إذن الخلاصة الآن نقرأ عبارة المتن مرة أخرى حيث نجمع كده الكلام من أول لآخره. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها تكون مع الفعل. بيتكلم هنا عن الاستطاعة أو القدرة بمعنى إيه؟ بمعنى الاستطاعة التي تكون عند الفعل، هذه تنسب إلى الله تعالى، لا تنسب إلى من؟ لا تنسب إلى العبد. وأما الاستطاعة من الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي تكون قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب. يبقى ليه ربنا بيخاطبنا؟ لأن العبد عنده سلامة الآلات وعنده القدرة على الإيه؟ خلق الله فيه ماذا؟ خلق الله فيه الآلات التي بها يتمكن من الفعل، وهو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد هي بخلق الله تعالى وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقونه ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو حاصل تفسير قول لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول يعني كأنك تقول لا حيلة ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. يعني الخلاصة إن العبد لا يفعل طاعة إلا بصنع من الله سبحانه وتعالى، لا ينفرد بفعل الطاعة ولا ينفرد العبد بفعل المعصية، وإلا كان شريكا مع الله في ملكه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أي سؤال قبل ما ننتقل؟ ولا يظلم ربك أحدا. نعم، ولا يظلم ربك. نعم أكيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم. طيب، ثم قال القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر
علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. طيب هنا هيتكلم عن صفة الله عز وجل، صفة ماذا؟ صفة الكلام. صفة الكلام، الله سبحانه وتعالى ثبتت له هذه الصفة، ثبتت له صفة الكلام، ولولا ثبوت هذه الصفة في القرآن والسنة ما علمناها كبقية الصفات، تمام كده؟ طيب فالله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما، والله سبحانه وتعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهكذا. فالله عز وجل وصف نفسه بماذا؟ بأنه متكلم سبحانه وتعالى. طيب الله عز وجل عندما يتكلم فأين كلامه؟ كلامه القرآن، كلامه التوراة، كلامه الإنجيل، كلامه الصحف إلى آخره. طيب فكلام الله عز وجل ماثل بين أيدينا، اللي هو إيه؟ القرآن، التوراة، الإنجيل إلى آخره. طيب حضرتك بقى وانت بتحاول تفهم صفة كلام الله عز وجل ينبغي انك تكون حذر، بمعنى انك تفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين. كلام المخلوقين كيف يكون؟ يكون بحروف وأصوات، يعني أنا كلامي ده زي ما انتم شايفين كده بحروف متتابعة وأصوات يتبع بعضها بعضا. كلام الله ليس كذلك. ليه؟ لأنه الكلام المفتقر إلى حروف وأصوات فيه معنى الافتقار والاحتياج. أنا عشان أعبر محتاج إلى حروف وأصوات، ثم الحروف والأصوات بتعمل في بتحد من قدرتي على التعبير، فأنا أسير عند الحرف، أسير عند الصوت، لازم أطلع كلمة بعدها كلمة بعدها كلمة عشان أكون جملة، والجملة بعدها جملة، فأنا كده محدود. مين بيتحكم فيا؟ الحروف والأصوات. والحروف والأصوات دي إيه؟ خلق من خلق الله تعالى. واضحة الفكرة دي؟ عشان نفهم برضو مسألة الكلام كويس، وبالمناسبة يعني مسألة الكلام هذه من أكثر المسائل اللي اتكلم فيها متكلمي أهل السنة من الأشعار المتبدلين، حتى إن علم الكلام سمي علم الكلام من ضمن الأسباب لكثرة ما تكلموا في صفة الكلام. طيب فعلشان نلخص الموضوع هنقول لحضراتكم إنه كلام الله تعالى منه الكلام القديم اللي هو الكلام النفسي، ومنه التعبير عن الكلام القديم. فاحنا عندنا الكلام النفسي او الكلام القديم المتعلق بذات الله تعالى، وعندنا التعبير عن هذا الكلام. كويس كده؟ طيب ايه الكلام النفسي ده؟ ما هو الكلام النفسي؟ هو الكلام الذي يعني يكون في نفس المتكلم. الشاعر يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإذا احنا عندنا الآن نوعين من الكلام، عندنا الكلام النفسي أو كلام النفس، وعندنا التعبير عن هذا الكلام باللسان أو التعبير عنه بالكتابة أو التعبير عنه بالإشارة. احنا عندنا ايه دلوقتي؟ مستويين من الكلام، سواء على فكرة كلام الله او كلام البشر، يعني ده كله كلام، كلام الله او كلام البشر فيه ماذا؟ في مستويين دول، في مستوى كلام النفس وفي مستوى كلام ماذا؟ التعبير عن هذا.
وهذا التعبير قد يكون بالكتابة، قد يكون بالإشارة، قد يكون بالألفاظ، أليس كذلك؟ طيب، الكلام القديم ده صفة من صفات الله لا خلاف فيها. يبقى لا خلاف في اتصاف الله تعالى بالكلام بهذا المعنى، لا خلاف في اتصاف الله عز وجل بالكلام بهذا المعنى. يعني لما نقرأ في القرآن وكلم الله موسى تكليما، نفهم على طول المراد به ماذا؟ الكلام النفس الذي يكون في ذات الله تعالى، الذي هو متعلق بالله تعالى، الذي هو قديم بقدم الله تعالى، لأن الله لا يوصف بحادث، مش كده؟ طيب، التعبير بقى عن كلام الله عز وجل ده، التعبير عن كلام الله ده بقى اللي هو ايه؟ انه هذا الكلام نزل به جبريل في لحظة تاريخية معينة على سيدنا محمد في لحظة تاريخية معينة، وكتب في لحظة تاريخية معينة، ولما بنسمع الشيخ المنشاوي بيقرأه في لحظة تاريخية معينة، وانا لما باجي اكتب كده آية من الآيات انا بكتبها الآن في لحظة تاريخية معينة. يبقى كلام الله عز وجل التعبير عنه ماذا؟ حادث. يبقى ده كلام ايه؟ قديم. ده كده هو قديم، وده هو ايه؟ حادث. يبقى نقول كده هو الكلام النفسي عشان ايه تبقى اوضح. ده قديم، التعبير تعبير عنه هنقول ده حادث. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول ماذا؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم إيه؟ محدث إلا استمعوا. يبقى احنا كده إيه؟ ما ينفعش نعمل زي المعتزلة ونقول بإطلاق إنه كلام الله مخلوق. مخلوق يعني إيه؟ يعني حادث، يعني كان بعد أن لم يكن، تمام كده؟ ولكن أهل السنة عملوا إيه؟ فرقوا عشان يجمعوا بين العقل والنقل، عشان يجمعوا بين العقل والنقل، تمام كده؟ فأنا بالعقل كده القرآن ده ما كانش موجود في لحظة تاريخية، يعني في عهد سيدنا موسى القرآن ما كانش موجود، صح ولا لأ؟ ثم صار موجودا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ ثم من ناحية تانية الله عز وجل موصوف بالكلام، وصفات الله عز وجل ينبغي أن تكون قديمة. يبقى إذن في الآن إيه؟ دي غير دي، وإلا يكون في تناقض، أليس كذلك؟ يبقى الكلام هنا له معنى والكلام هنا له معنى، وإلا يكون في تناقض، أليس كذلك؟ يبقى القرآن الذي هو الكلام النفسي الذي كان في ذات الله عز وجل منذ الأزل ده قديم بقدم الله تعالى، لأن الله لا يوصف بحادث، لأنه لو وصف بحادث يكون حادثا، ماشي كده؟ طيب القرآن بقى اللي هو إيه؟ اللي احنا بنقرأ بألسنتنا، أنا نفسي حادث ولا قديم؟ حادث. طيب صفاتي حادث، فأنا لما أجي أتكلم وأقرأ قرآن، القرآن اللي بقرأه ده إيه؟ حادث، ليس كذلك؟ طب أنا بقى لما أجي أكتب القرآن ده برضو إيه؟ حادث. واضح كده؟ يبقى أهل السنة فرقوا بين الإيه؟ بين المعنيين. طيب ثم حصل خلاف بين الأشاعرة والماتريدية في نقطة الكلام النفسي ده، هل هذا الكلام النفسي يمكن أن يسمع أو لا يمكن أن يسمع؟ أنت بتقول إيه؟ أنت إيش علاقتك أنت بالموضوع؟ أنت استنى لما يقولوا، انت استنى لما يقولوا وتلقى، محدش سبب رأيك. طيب اذا ايه؟ هل يسمع؟ هنلاقي هنا الاشاعرة وهنا الايه؟ ما تريدي. الاشاعرة قالوا كلام الله القديم يمكن ان يسمع، يمكن أن يسمع بغير حرف ولا صوت،
طبعا بغير حرف ولا صوت، لأنه الحرف وصوت ده إيه؟ الحادث. يسمع إزاي؟ بغير حرف ولا صوت، هو كده بغير حرف ولا صوت. الماتريدية قالوا لا يسمع، قالوا إيه؟ لا يسمع. طب إذا كان كلام الله النفس القديم لا يسمع، أمال سيدنا موسى سمع إيه؟ وكلم الله موسى تكليما. سيدنا محمد كان بيسمع، كان بيسمع التعبير عنه مش هو نفسه. يبقى سيدنا موسى كان يسمع التعبير عن كلام الله، فالله عز وجل يخلق الكلام في من يشاء. فتتكلم شجرة بإذن الله، يتكلم إنسان بإذن الله، لكن كلام الله نفسه ده لا يسمع. ده عندي مين يا أخوانا؟ بيقول لك ماشي حاضر. فكلام الله عند الماتريدية إيه؟ لا يسمع. طيب نرجع بقى لإيه؟ للمتن. يقول الشيخ في الآخر: وإن القرآن كلام الله تعالى بدأ بلا كيفية، يعني ما تقولش إزاي ربنا بتكلم. ليه؟ لأنه العلم بالصفات فرع عن العلم بالذات، فإحنا نعلم أن ذات الله عز وجل ليست كبقية الذوات، نعلم أن ذات الله عز وجل قديمة، نعلم أن ذات الله ليس لها كيفية، إذن صفاته ليس كبقية الصفات، إذن صفاته ليس كصفات البشر، إذن صفاته سبحانه وتعالى بلا كيفية. طب إحنا نعمل إيه بقى دلوقتي؟ نثبت لله صفة اسمها صفة الكلام، صفة قديمة أزلية قائمة بذات الله تعالى، تمام كده؟ يبقى ما هي صفة الكلام؟ اكتبوا عندكم: هي صفة أزلية قديمة قائمة بذاته تعالى، منافية للسكوت والآفة، منافية للسكوت والآفة، وليس بحرف ولا صوت. يعني ربنا لما سبحانه وتعالى بيوصف بالكلام ما تفهمش منه الكلام اللي هو عكس الخرس. الله عز وجل لا يوصف بإيه؟ لا يوصف بهذا أصلا، فكلام الله لا يدخل في هذا الإطار من المقارنة، معايا كده؟ فكلام الله ينافي الآفة، ينافي ماذا؟ الآفة اللي هي آفة ماذا؟ آفة الخرس. وهو الصفة الأزلية القائمة بذاته تعالى المنافية للسكوت والآفة، منافية للسكوت والآفة. إذن هو متكلم يقول لك ولا بحرف ولا بصوت عشان تفهم إن كلامه ليس كبقية الإيه. وإن القرآن كلام الله تعالى بدأ بلا كيفية، يعني إيه بلا كيفية؟ بلا كيفية نتعقلها، يعني أنت مش هتقدر تفهم إزاي كلام الله عز وجل، لأن إحنا زي ما قلنا صفات الله كذاته، وإذا كانت الذات لا يحاط بها فالصفات لا يحاط بها، خلاص كده؟ طب إحنا بنتعقل الكلام إزاي؟ إحنا كبشر بنتعقل الكلام إزاي؟ بالحرف والصوت، مش كده؟ بالسكوت والبدء، مش كده؟ والتقسيم، تقسيم الكلام بعضه بعد بعض. اعرف انه كلام الله ليس كذلك، تمام كده؟ يبقى اذا ايه؟ بلا كيفية قولا وانزله على نبيه وحيا. قولا يعني انزله على نبيه قولا، كلاما مقولا بحرف وصوت، انزله على نبيه قولا مقولا بحرف وصوت بلا كيفية. مقولا بحرف وصوت ليس منه، ليس صفته هو سبحانه وتعالى، وإنما من من؟ من جبريل عليه السلام، من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قولا وأنزله على نبيه وحيا، وحيا يعني بواسطة الوحي. وإيه هو الوحي؟ الوحي هو الإعلام في خفاء،
الوحي هو الإعلام في خفاء، ده في اللغة. في الاصطلاح لما نقول إنه الله عز وجل أوحى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني إيه؟ يعني إيه اصطلاحا الوحي؟ نزول جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه مراد الله عز وجل في سرعة وخفاء، هو نزول جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليعلمه مراد الله عز وجل في سرعة وخفاء. ده تعريف تقريبي، لأن صور الوحي كثيرة، منها هذه الايه، منها هذه الصورة اللي هي صورة نزول جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. من صور الوحي أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتمثل له جبريل عليه السلام في صورة بشر، وكان يأتيه في صورة من؟ في صورة دحية الكلبي، مش كده؟ الصحابي دحية الكلبي، أو يأتيه في صورته الملكية التي خلقه الله عليها، مش كده؟ ومن صور الوحي أيضا أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا ولا يرى ملكا، ومن صورته أيضا أن يكلمه الله عز وجل مباشرة بلا حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ومن صور الوحي أيضا الرؤيا، يراها النبي صلى الله عليه وسلم، فرؤى الأنبياء صادقة وهي وحي. يبقى صور الوحي كثيرة، تمام كده؟ طيب، وأنزله على نبيه وحيا. لكن خد بالك معي، القرآن الوحي أيضا يقسمه إلى نوعين، وحي ظاهر ووحي خفي، وحي ظاهر ووحي خفي. وحي الظاهر يعني الذي يظهر لمن حول النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان لما ينزل الوحي يظهر عليه صلى الله عليه وسلم بعض الصفات، زي أنه يتعرق جبينه ويثقل جسده ويسمع حول وجهه أو عند أذنه صوت كصوت دوي النحل. دي كلها إيه؟ صفات ظاهرة يعلمها من هم حول النبي صلى الله عليه وسلم. ده نوع من الوحي. في نوع آخر يسموه الوحي الخفي، اللي هو الإلهام والمنام. الإلهام والمنام. قالوا القرآن لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي ظاهر، أما الحديث القدسي والحديث النبوي فقد ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بوحي ظاهر أو وحي خفي. يبقى القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، وحي إيه؟ وحي ظاهر. أمسح ده. طيب، يبقى نقول كده هو الوحي وحي ظاهر وحي خفي. الوحي الظاهر ده هو الذي يظهر لمن حضر الوحي، الخفي هو الذي لا يظهر كالإلهام والمنام. الوحي الظاهر ده ينزل به القرآن، وقد ينزل به الحديث القدسي والنبوي. الوحي الخفي لا ينزل به القرآن، وقد ينزل به الحديث القدسي أو النبوي. يبقى القرآن نزل إيه يا أخوانا؟ على نبيه بوحي إيه؟ بوحي ظاهر. وإن القرآن كلام الله تعالى بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وصدقه المؤمنون على ذلك، على ذلك اللي هو إيه؟ على
على ما سبق أنه كلام الله ونزل بلا كيفية وأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. يعني القرآن يا أخوانا اللي احنا بنقرأه هذا هو كلام الله تعالى، محدش يقدر يقول غير كده. كلام الله بأي معنى؟ كلامه القديم سبحانه وتعالى، كلامه النفسي، أليس كذلك؟ لكن التعبير عنه حادث، وهو كلام الله أيضا، إن الله عز وجل هو الذي خلق فينا هذه القدرة على أن نتكلم بهذا الكلام. قال وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس بمخلوق اللي هو إيه؟ الكلام الإيه؟ النفسي القديم. فمن سمعه مع إن إحنا بنفصل هذا التفصيل، خد بالك مهم جدا هذا الكلام، مع إن الأهل السنة بيفصلوا هذا التفصيل بين الكلام النفسي والكلام الحادث، لا يجيزون لأحد أن يقول هذا القرآن ليس كلام الله. يعني أنت حالك ممكن تستذلك وتقول إيه؟ القرآن مكتوب على صحف، مش كده؟ وهذه الصحف حادثة، والذي كتبها حادث، إذن هذا الكلام حادث، أو هو كلام من كتبه، أو هو كلام من قرأه، الكلام ده كفر، الكلام ده إيه؟ كفر. يبقى إذن إيه؟ بنفرق إحنا، ثم اللي فرقنا التفرقة ديت بين الكلام القديم والحادث عشان حضرتك بس تشيل من ذهنك فكرة إنه كلام الله عز وجل حادث، أو إنه كلام الله عز وجل يشبه كلام البشر بحروف وأصوات. واضح كده؟ فالقرآن اللي موجود عندنا على المكتبات في بيوتنا أو في المساجد نقول هذا كلام الله. المنشاوي لما بيقرأ إيه؟ كلام الله. واضح كده يا جماعة؟ طيب كلام الله بأي معنى بقى عشان تبقوا أنتوا فاهمين؟ كلام الله بأي معنى؟ هو يقرأ أو يعبر عن كلام الله القديم، يعبر، لكن بيقولوا مش هو نفس الكلام النفسي. فهمتوا؟ المنشاوي حين يقرأ هل يقرأ الكلام النفسي ولا يقرأ التعبير عنه؟ يقرأ التعبير عنه. فكلام الله سبحانه وتعالى، لذلك قال كلام الله تعالى النفسي، إن عبر عنه بالعربية سمي قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية سمي توراة، وإن عبر عنه بالسريانية سمي إنجيل، أو كلام نحو هذا. يبقى المشاور بيقرأ إيه؟ التعبير عن كلام الله، وبنقول مجازا بنقول هذا كلام الله. واضح كده يا جماعة؟ طبعا. ما احنا فرقنا بين حاجتين، بين الكلام الذي في المتعلق بذات الله تعالى، وبين التعبير عن هذا الكلام. ودينا مثال للتقريب، وهو ان انت ممكن يكون في ذهنك حاجة، يعني انت قبل ما تسألني هذا السؤال انت اكيد رتبت الكلام في نفسك، مش كده؟ ما حدث في نفسك ده اسمه كلام نفسي، اللي حصل في نفسك ده اسمه كلام ايه؟ كلام في الذات، في النفس. وبعدين انت عشان تسألني هذا السؤال اخترت الفاظ معينة فعبرت عما في نفسك. واضح كده؟ طيب يبقى اذا طبعا هذا الكلام يا اخوانا التفاصيل دي كلها لا تقال او ما بنقولهاش للناس عشان ما يتلخبطوش، وانما بنقول على طول انه القرآن كلام الله، من غير ما ندخل الناس في اشكالات وتفاصيل ووي، لان الناس قد لا تفهم حقيقة المراد، وقد يتهمون العلماء بانهم يقولون القرآن مش كلام الله، لان العلماء قايمين قاعدين شاربين واكلين على انه هذا القرآن كلام الله، لكن بيحاولوا العلماء يعملوا ايه؟ يحرروا المسائل، يفصلوا فيها علشان الشيطان ما يدخلكش في زاوية كده ويخليك تشبه كلام الله بكلام المخلوقين. فيقول لك خد بالك كلام الله القرآن ده لما بيتكتب كده في المصاحف ده الفعل ده ايه؟ حادث، اياك ان تظن ان الله موصوف بالحوادث، فينبهك التنبيه ده. طيب وإيقان أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، يبقى كلام الله قديم نفسي وكلام الناس إيه؟
حادث، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. يبقى حضرتك ستسمع المنشاور في الراديو تقول هذا كلام الله وما تتفزلكش، ما تقولش بقى التعبير ومش ما تتفزلكش، المقروء هذا كلام الله من غير تفاصيل. اللي هيجي يسألك طب ماذا تقول في كذا، لا ما بتكلمش في المسألة دي وانتهينا. لكن انت تبقى فاهم كدارس، تبقى فاهم حقيقة المسألة من غير خوض فيها، تمام كده؟ فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده عذابه، حيث قال سأصليه سقر. فلما أوعد الله سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. يبقى إحنا كمسلمين نؤمن أن القرآن كلام الله الذي نقرأه جميعا، كلام الله المكتوب في المصاحف كلام الله سبحانه وتعالى. لو عايز تفاصيل زيادة هتقول هو تعبير عن كلام الله، أما كلام الله النفسي القديم فهذا لا يسمع عند الماتريدية ويسمع عند الأشاعرة. علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. طيب، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر، ومن وصف الله، ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر. ثم قال ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ولا نخوض في الله بمعنى لا نخوض في ذات الله تعالى. ليه؟ لأن ذات الله عز وجل لا يحاط بها، ولن يصل المسلم في التعرف على كنهها إلى نتيجة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا. سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، الذات ما تقربش منها، ما تتكلمش عنها بأي حاجة خالص، دي خارج نطاق الكلام. من عزتها إنك حتى لا تستطيع الكلام عنها. مش ربنا وصف نفسه بأنه عزيز؟ أو من عزة الذات إنك أيضا حتى مجرد الكلام عنها لا تستطيعه، لا تستطيع شرعا فأنت منهي عن ذلك، ولا تستطيعه حتى لو أردت. يعني لو واحد مش هيسمع كلام الشرع وقال لك أنا الكلام ده ما يخصنيش، أنا عايز بقى أعرف إيه هي الذات دي، مش هتلاقي كلام يعبر، مش هتلاقي أفكار عندك حوالين الذات، إنك هتغرف منين؟ هتغرف من مفاهيمك وأفكارك واصطلاحاتك وعاداتك وتقاليدك، وكل ما عندك مباين تمام المباينة لما عليه الذات الإلهية. فلذلك ابعد عن الدائرة دي خالص. أمال هنتكلم في إيه؟ نتكلم في الأفعال الإلهية، في أفعال الله، الله خلق، الله رزق، الله أحيا، الله أمات، ومعنى الخلق، ومعنى الرزق، ومعنى الإحياء، ومعنى الإماتة، ومظاهر هذا في الكون. نتكلم عن صفات الله سبحانه، القدرة، شوف قدرة الله وعظمة الله وحكمة الله، ده اللي نتكلم فيه، ده اللي إيه؟ اللي إحنا لنا به علاقة. إحنا علاقتنا بالله عز وجل بيكون من خلال ماذا؟ الأسماء، بيكون من خلال الأسماء. لذلك ربنا قال وعلم آدم الأسماء كلها، ربنا قال اذكر اسم ربك، أنت تقول بسم الله، ما قالكش اذكر ربك، ما قالكش بالله. فأنت علاقتك بالله سبحانه وتعالى من خلال ماذا؟ رؤية أفعاله في الكون، تتعرف على الله من خلال صفات الله. والأفعال مرتبة، والصفات مرتبة، والذات مرتبة. فالمسلم ماذا يعمل؟ ماذا يفعل؟ لا يخوض في الذات،
لا يخوض في ماذا يفعل الله الآن؟ ده خوض في الذات. طب ماذا كان يفعل قبل أن يخلق الخلق؟ ده خوض في الذات. طب الله إزاي يعني هو عبارة عن إيه؟ ده خوض في الذات ولم تصل فيه إلى شيء. لذلك أنت إيه؟ تتفكر في آلاء الله، في آثار الله، في نعمة الله، في خلق الله، في إحياء الله، في إماتة الله، في تصرفات الله في الكون، في خلق الله للبشر، كل ده ممكن. لكن الذات الإلهية نفسها لا، المؤمن لا يخوض في الذات. ليه؟ لحاجتين، لسببين: النهي الشرعي، ثم معرفته بأنه لم يصل إلى شيء. ليه؟ أنت حضرتك غير مؤهل الآن ولا في الآخرة إنك تعرف على ذات الله. ذات الله عز وجل لا تعلم لا في الدنيا ولا في الآخرة، خارج الإحاطة. الله عز وجل يقول: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. إنما في الآخرة المسلم هيتعرف مزيد تعرف على الأسماء والصفات، مزيد تعرف على الأسماء والصفات. لكن الذات دي خارج الإيه؟ خارج العلم، لا يلحقها علم، لا يحاط بها، ولا حتى يمكن الحديث عنها. فهمتوا ازاي؟ فالمؤمن كده، المؤمن رأى آثار أقدام فأثبت ايه؟ وجود المؤثر. طب الآثار الأقدام دي بتاعت رجل ولا أنثى؟ كبير ولا صغير؟ كان واكل ولا مش واكل؟ عطشان ولا شبعان ولا جعان؟ ما نعرفش. فنفس الكلام، احنا لينا اللي ايه؟ لينا اللي قدامنا. فاحنا شغلنا كله مع الايه؟ مع الكون، ورؤية تأثير الله في الكون. الذات مش شغلتنا. واضح كده يا جماعة؟ لذلك قال: ولا نخوض في الله. ما قالش في اسم الله ولا في صفات الله، لانه لسه من شوية كان مكلمنا عن الصفات، هو اللي يبقى متناقض مش كده؟ لسه من شوية اتكلمنا عن صفة القدرة وصفة الإرادة وصفة القيام بالنفس. لو كان في نهي عن الخوض في الصفات كان العلماء قال لك اسكت تكلمش. لكن لا، القرآن ايه؟ تحدث عن الصفات، والعلماء تحدثوا عن الصفات وحاولوا ان يفهموا صفات الله عشان يفرقوا بين صفات الله وصفات المخلوقين، فيصل المسلم الاعتقاد الصحيح. لكن الذات نفسها لا، في نهي صريح عن الخوض فيها. يبقى ولا نخوض في الله يعني في ذات الله، ولا نماري في دين الله. المماراة الجدل، الجدل. احنا ما بنتعلمش يا جماعة العقيدة التحوية، ولا بنتعلم مقدمات السنوسي، ولا هنتعلم الخريدة ولا السنوسية ولا غيرها من الحاجات اللي ربنا يدينا وإياكم طول العمر ندرسها. ما نتعلمش الكلام ده عشان نروح نقنع حد بحاجة، ولا علشان نخوض في الجدالات، ولا علشان نبرز أنفسنا أن احنا تعلمنا. لا، احنا نتعلم هذا لأنفسنا أولا، ثم نبتعد عن كل جدال. المؤمن كده برضو، اللي عايز يسمع منك ويتعلم أهلا به وسهلا. يعني حد هيجي يقول لك: قول لي انت تعلمت ايه كده؟ هو عايز يتعلم، تقول له: والله هتعلمنا واحد اثنين ثلاثة، والحتة دي مش واثق منها قوي هسألك فيها، او الحته ديت انا هقرا لك فيها واكد لك عليها المره الجايه. لقيت بيقول لك: طب بس ازاي كده وبتاع؟ طب لا، اقول له: خلاص انا ما لا اجادل ولا ادخل في جدال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انا زعيم بيت في وسط الجنه لمن ترك الجدال وان كان محقا. فمن سمات اهل السنه والجماعه انهم لا يجادلون الا طالب حق، إلا طالب حق. يعني لو واحد نعلم منه أنه هيطلب الحق ويبحث عن الحق، وهو باحث بالفعل عن الحق، مش واحد جاي يجادل عشان ينتصر، هذا نقعد نتكلم معه ونقول له: لا، الصح كذا، الغلط كذا، الله يقول كذا، الرسول يقول كذا، علماء أهل السنة بيقولوا كذا. طيب إذن إيه؟ ولا نماري في دين الله، ولا نجادل أحدا، ولا نجادل في القرآن، ولا نجادل في القرآن. في القرآن من حيث إيه بقى؟ من حيث أولا أنه كلام الله، ده لا يقبل الممالأة ولا الجدل ولا لا عندنا موضوع محسوم.
أن القرآن كلام الله ده موضوع محسوم، سيدنا محمد رسول الله ده موضوع محسوم ما فيهوش جدال بالنسبة لنا. ولا نجادل أيضا لها معنى آخر، وهو أننا لا نخوض في دقائق هذه الأمور، يعني ما نعملش زي المعتزلة. المعتزلة عملوا إيه؟ كانوا يعتقدون أن القرآن مخلوق حادث، وحاولوا أن يحملوا الأمة على هذا الرأي. أهل السنة لا يفعلون ذلك، أهل السنة لا يحملون أحدا على شيء، وإنما منطقهم هو الحجة والبرهان، مش حمل الناس على الآراء والاعتقادات بالسيف. ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، الروح الأمين اللي هو مين؟ سيدنا جبريل. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا الإمام أبو يوسف رضي الله عنه من تلامذة أبو حنيفة بيقول: كنت عند أبي حنيفة إذ دخل عليه رجلان، أو إذ دخل عليه جماعة في أيديهم رجلان، فقالوا: إن أحد هذين يقول إن القرآن مخلوق والآخر ينازعه. يعني إيه؟ جمل الإمام أبو حنيفة باثنين مختلفين في مسألة، واحد بيقول القرآن مخلوق والتاني بيقول إيه؟ مش مخلوق، فهم كده؟ والآخر ينازعه ويقول القرآن غير مخلوق. فقال رضي الله عنه: لا تصلوا خلفهما. فقلت: أما الذي يقول القرآن مخلوق فنعم. يبقى الإمام أبو يوسف بيقول لأبو حنيفة اللي بيقول إن القرآن مخلوق مفهوم إن إحنا ما نصليش وراء لأنه صاحب بدعة، تمام كده؟ صاحب البدعة عند بعض العلماء الداعي لبدعته يقاطع ولا يصلى خلفه، تمام كده؟ طيب، حتى لا يكون في هذا تشجيعا له على نشر بدعته. أما الذي يقول القرآن مخلوق فنعم، لأنه لا يقول بقدم القرآن، وأما الآخر فما باله لا يصلى خلفه. قال: إنهما تنازعا في الدين، والمنازعة في الدين بدعة. المنازعة في الدين إيه؟ بدعة. يبقى العلماء ماذا يفعلون يا أخوانا وحضراتكم كطلبة العلم؟ ماذا تفعلون؟ تبينون الحق دون منازعة، تبينون الحق للناس دون إيه؟ دون منازعة. طبعا كلام أبو يوسف يدل على إيه؟ يدل على كلام أهل السنة، إن أهل السنة يعتقدون إن القرآن كلام الله تعالى، وكلام الله النفسي القديم ماذا؟ وكلام الله النفسي ماذا؟ قديم، ليس بحادث. طب إيه خطورة القول بحدوث القرآن؟ يعني إيه اللي خلى العلماء يعني يقفوا في وجه المعتزلة هذه الوقفة؟ وإيه اللي خلى المعتزلة أيضا يقوم بالفعل الشنيع دوت بحيث يمتحنوا أهل العلماء كلهم في العقائد ويجيبوهم واحد واحد؟ أنت بتقول القرآن قديم ولا حادث؟ والإمام أحمد بن حنبل يجلد بسبب هذه الواقعة ويسجن بسبب هذه الواقعة في محنة مشهورة في التاريخ اسمها محنة خلق القرآن. إيه السبب في هذا؟ مش كده، السبب في هذا يا جماعة أنه القول بأن القرآن مخلوق كده هو بإطلاق معناها ان القرآن مرتبط بالبيئة التي نشأ فيها، مرتبط بالبيئة التي نشأ فيها، يعني الحدود الأحكام الأوامر النواهي لم تكن ثم كانت لهذه البيئة، هذه البيئة الجغرافية، هؤلاء الناس المخصوصين. معنى ذلك أن القرآن مش خالد، مش أزلي، مش مفارق للبشر. القول بأن القرآن قديم معناه إيه؟ أن الأوامر والنواهي والحدود والتشريعات أزلية، يعني صالحة للبشر إلى قيام الساعة،
لذلك الجماعة العلمانيين الآن زي نصر حامد أبو زيد وغيره اللي بيحاولوا يكتبوا في مسائل علوم القرآن، وحسن حنفي وغيرهم اللي هم إكس يسار دولت، كلهم كانوا يساريين سابقين، بيحاولوا يحيوا هذا القول ويشجعوا هذا القول ويمدحوا في قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق. واضح؟ لذلك إحنا أهل السنة ماذا يقولون؟ كلام الله تعالى النفسي قديم، والقرآن كلام الله القديم. هيقول لك طب إزاي يا عم الشيخ قديم وإنت اللي بتقرأه وإنت نفسك حادث؟ نقول له لا، هذا هو التعبير عن كلام الله. إحنا نقول كلام الله القديم، ما بنقولش إن القارئ ده قديم، ولا نقول الأوراق دي قديمة، لا دي مفهومة، إلعب غيرها. فهم أنت إزاي؟ يعني إحنا مش علماءنا مش شوية دراويش بيروا أي حاجة وخلاص، لا، مفهوم إنه الذي يقرأ القرآن حادث، وتعبيره عن القرآن حادث، ومفهوم الأوراق دي حادث، مفهوم إن الكلمات اللي مكتوبة دي حادث لأنها مداد وأقلام وأوراق. لكن أصل هذا الكلام قديم، أصله قديم عند الله سبحانه وتعالى، فإذا هو يصلح لكل زمان ومكان. فهمتم الفكرة إزاي يا أخوانا؟ يبقى إذن القول بخلق القرآن ما زالت تقال حتى يومنا هذا. جماعة العلمانيين لم يجي يقول لك إن تشريعات الإسلام دي كانت صالحة زمان للناس الأعراب، كانوا عايشين في صحراء، دلوقتي إحنا في عصر الكمبيوتر، في عصر الإنترنت والتقدم والمفاهيم اختلفت. هو ده بعينه قول المعتزلة إن القرآن إيه؟ مخلوق. يعني إيه مخلوق؟ يعني صالح للبيئة القديمة، يعني لم يكن ثم كان لهذه البيئة. هو ده مقتضى القول بخلق القرآن، ده لازم القول بخلق القرآن. لذلك أهل السنة كان عندهم رؤية وقالوا لا، القرآن كلام الله، مش أكتر من كده. أحمد بن حنبل القرآن كلام الله بس مش أكتر من كده. أهل السنة جم فصلوا بعد ذلك وقالوا كلام الله النفسي، الكلام النفسي ده قديم. عشان ما تقولوش بقى إزاي القارئ يبقى قديم، نقول لك لا، ما هو معروف، معروف يا حبيبي، القارئ حادث ومن يعبر عنه فهو حادث، المكتوب في الأوراق حادث، فمفهومة، ما مش محتاجة كلام. يعني واضحة كده يا جماعة؟ يبقى حضراتكم الآن لما بنيجي ندرس الآن إحنا العقيدة دلوقتي ونتكلم هل القرآن قديم ولا حادث، إحنا بندرسش قضايا تاريخية، مش قاعدين كده إيه ناس عندها طرف فكري وقاعدين إيه بنقضي وقت، لا، هذه القضايا اللي إحنا بنتكلم عنها كلها بتعود الآن في أسواب جديدة، تعود الآن في ثوب جديد. فكرة التحسين والتقبيح العقليين موجودة ولا مش موجودة؟ موجود. فكرة اعتقاد إن الأشياء فيها قوة ذاتية، النار بتحرق بذاتها، الشمس بتنور بذاتها، موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. فكرة إن القرآن مخلوق موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، لكن بعناوين جديدة، بألفاظ جديدة، بصياغات جديدة، مش كده ولا إيه؟ فحضراتكم العقيدة دراستها من شأنها أن تحمينا من كل هذه الأمور. طيب فوقفنا فين بقى؟ نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوق، لا يساويه ولا يشبهه شيء من كلام المخلوقين. ليه لا يساويه ولا يشبهه شيء من كلام المخلوقين؟ لأنه من صفات رب العالمين، ولا يكون أبدا كلام الخالق ككلام المخلوق، وإلا كان تشبيها، والله عز وجل لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا. ولا نقول بخلق القرآن، لا نقول بخلق القرآن. ليه؟ لأن القرآن كلام الله تعالى، القرآن بمعنى الكلام النفسي ده إيه؟ ده قديم، قديم لأنه صفة الله، والله عز وجل صفاته قديمة لا يوصف بحادث، لأنه سبحانه لو وصف بالحوادث لكان حادثا. واضح كده؟ فإذا قلنا أن القرآن ده كلام الله صفة الله، إذن فهو قديم بقدم الذات الإلهية. طيب كده؟ أما إيه اللي حادث؟ قلنا التعبير عنه. طيب ولا نقول بخلق القرآن
ولا نخالف جماعة المسلمين، يعني مما يجب على المؤمنين المسلمين المؤمنين الموحدين أهل السنة والجماعة إن هم لا يخالفوا جماعة المسلمين. عشان كده أهل السنة بيسموا أهل السنة والجماعة. الجماعة يعني يعني لا يخرجون عن قول السواد الأعظم. يعني حضرتك لا تظن في أي لحظة من اللحظات إنه الحق مختفي مش موجود، أو إنه مش موجود غير عند واحد قاعد في زاوية فوق جبال الهيمالايا. لا، الحق موجود. الإسلام كما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله ما زال موجود، لا ينقطع إلى قيام الساعة. موجود فين؟ عند أهل العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. ممكن يكون مظاهر الإسلام الحق مش موجودة مش منتشرة، لكنه ما زال إيه؟ محفوظ. تمام كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على اتباع السواد الأعظم، فقال عليكم بالسواد الأعظم. السواد الأعظم جماعة المسلمين. يبقى أي فرقة هتخرج خارج السواد الأعظم ومجموع المسلمين نعرف إن هي غير متبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده حضرتك هتيجي تتبع سائر الفرق الإسلامية اللي دونها ابن حزم في الفصل ولا الإمام الأشعري في مقالات الإسلاميين ولا غيرهم، هتلاقيها فرق بسيطة المعتزلة حبة صغيرين قد كده واختفوا، القدرية حبة صغيرين قد كده واختفوا، المجسمة واختفوا أو هم فرقة قليلة واختفت، الشيعة حب صغيرين ويعني مازالوا موجودين، وهكذا. المعتزلة كتير في ايه؟ فرق كتيرة يعني. لا غير في الكتب في المراجعة دي يعني متقال عليهم كلام كتير. احنا نتكلم من حيث العدد، نتكلم من حيث العدد. لما النبي يقول عليكم بالسواد الأعظم تعرف ان هذه الأمة محفوظة، هذه الأمة ايه؟ محفوظة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. عايز تعرف الحق فين ومحتار، شوف غالب العلماء فين. يعني لو مسألة فيها خلاف وانت مش عارف فين الحق وفين الباطل، شوف غالب العلماء الموثوق بهم مع اي رأي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسواد الأعظم. تمام كده. لذلك أهل السنة زي ما يسموا أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأنهم بيحافظوا على الكيان، كيان الأمة. من سمات أهل السنة هم لا يفرقون الناس وإنما يجمعون الناس، يجمعون الناس، لا يحبون تفريق الناس، لكنهم لا يجمعون الناس مش عايزين يجمعوا الناس على أي حاجة وخلاص، لا، وإنما يريدون جمع الناس على السنة. لذلك سموا أهل السنة والجماعة. فإنت حضرتك عايز تجمع الناس على السنة فقط دون أن تراعي الظروف بحيث تجمع الأمة، يبقى ده مش سنة النبي. عايز تجمع الناس وخلاص على أي فكرة، يبقى دي برضو مش سنة النبي. يبقى لازم إيه؟ على السنة مع عدم تفريق الإيه؟ تفريق المؤمنين. شوفوا سيدنا هارون لما وجد بني إسرائيل بيعبدوا العجل لم يرد أن يواجههم، جه سيدنا موسى عاتبه قال له إيه؟ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وأن تقول. لو كان أنكر عليهم كانوا تفرقوا، جماعة بيعبدوا العجل وجماعة ما بيعبدوش العجل. فيرجع سيدنا موسى يلاقي كان بعد ما كان سيبهم أمة واحدة يلاقيهم أمم متفرقة، فقال لك لا خليهم كده زي ما هم، هم وقعوا في شبهة خليهم زي ما هم كده أحسن، لما موسى يجي يوضح لهم الشبهة في زي ما هم جماعة كتلة واحدة أفضل ما نفرقهم يقتتلوا تزداد بينهم العداوة يصبح توحيدهم بعد ذلك صعب. فهو قدر سيدنا هارون عليه السلام أنه لما يسيبهم في ضلالة لبعض الوقت مع وحدتهم أقل ضررا من تفريقهم. واضح كده يا أخوانا؟ فإيه؟ فلذلك قال ولا نخالف جماعة المسلمين. الله عز وجل يؤكد هذا المعنى فيقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبينت الآية إن اتباع سبيل المؤمنين ماذا؟ من الدين. اتباع سبيل المؤمنين من الدين. وهذه الآية من الآيات التي استدل بها على حجية الإجماع.
حجة الإجماع فاتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حجة ودليل شرعي يرجع إليه. طيب خلاص هنخلص الجماعة بتوع الملك. أنا عارف هنخلص بس الفقرة ديت علشان نبقى خلصنا بالإلهيات خالص. قال فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. وهي اللي هي إيه؟ التسليم. التسليم يعني الراسخ في العلم هو اللي يبقى عارف إمتى يقول الله أعلم، إمتى يبقى عارف معرفش، إمتى يقول أنا معرفش. يعني كونك بتقول معرفش ده دليل على شدة العلم. ليه؟ لأنك عارف إنه هذه المسألة لا طائل من ورائها، فشدة علمك قالت لك إيه؟ لا هنوقف هنا. لذلك الله عز وجل يقول إيه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. واضح؟ وهي اللي هي درجة إيه أخوانا؟ الإشارة هنا لإيه؟ أو الضمير هنا راجع على إيه؟ على التسليم. وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود. إيه علم في الخلق موجود بقى؟ اللي هو علم الصفات الإلهية، علم الأسماء الإلهية، علم الأفعال الإلهية، علم الشريعة، علم الفقه، الأمور التي أوضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده موجود ومرغب فيه ومندوب إليه، وطلبه فرض عين أو فرض كفاية، ويثاب عليه المرء، مش كده؟ ده اللي أتيح لنا، الباب اللي اتفتح لنا. تمام؟ علم في الخلق إيه؟ موجود. وعلم في الخلق مفقود. علم في الخلق مفقود. إيه العلم اللي في الخلق المفقود؟ الذي استأثر الله بعلمه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كل دي أمور استأثر الله بعلمها وهي في الخلق. يعني إيه في الخلق؟ يعني متعلقة بالخلق، لكن علمها مفقود، مهما دورت مش هتوصل. احفظوا الآية دي، إن الله عنده إيه؟ المساعة و وينزل الغيث و يعلم ما في الأرحام و وما تدري نفس ماذا تكسب غدا و وما تدري نفس بأي أرض تموت. دي الحاجات التي دي من الحاجات التي استأثر الله عز وجل بعلمها. وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر. يعني أنت ما ينفعش تقول إيه؟ ينفعش ترد العلم الموجود أو تطعن فيه. ينفعش تقول الله ليس موصوفا بصفات، فتقول الله غير موجود، فتقول النبوة غير موجودة، ينفعش تقول القرآن غير موجود أو تطعن في القرآن أو تشكك فيه. ده علم موجود لا يرد وإنما يطلب. طيب، فإنكار العلم الموجود برد يعني أو طعن أو تهاون كفر. وادعاء العلم المفقود، انك تدعي انك تعرف في الغيب او تعرف انك هتموت امتى او المطر هينزل ازاي وامتى وباي مقدار وكم حباية، ها كل ده ايه؟ كل دي امور خفية استأثر الله بعلمها. وادعاء العلم المفقود كفر ايضا. ولذلك قالوا يعني ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، قبول والعمل بمقتضاه، يعني إلا بقبوله والعمل بمقتضاه. ولا يصح الإيمان إلا بقبول. القبول هنا معنى إيه؟ تصديق القلب وإذعانه. تصديق القلب وإذعانه. فمن العلم الموجود التكليف بوجوب الصلاة، يبقى القلب لازم يصدق بأن في فرض اسم الصلاة ويذعن ويسلم لمراد الله. واضح كده؟ يبقى إيه؟ ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. يعني لما ربنا يفتح لك باب اقبل ما فتحه الله لك، ولا تحاول فتح ما أغلقه الله عليك. ده تمام الإيمان، ده تمام الإيه؟
تمام الإيمان، إنك ربنا فتح لك باب تروح على الباب اللي ربنا فتحه لك، أغلق عليك باب لا تقبل عليه، وارض بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، ونبدأ في المرة القادمة إن شاء الله من باب النبوات، وهنخلصه بإذن الله تعالى، ونحاول نخلص معاه السمعيات كمان. الله المستعان. أي سؤال؟ تفضلي. ممكن الإنسان يبقى مسلم إجمالا، ممكن الإنسان يبقى مسلم إجمالا، هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه هكذا. المعتزلة دول موجودين من أول يعني منذ القرن الثاني الثاني منذ القرن الثاني من أول خلق القرآن لا من قبلها، من قبلها، من أيام واصل بن عطاء. واصل بن عطاء هو مؤسس وزعيم فرقة المعتزلة، وثم بعد ذلك فتنة خلق القرآن كانت في القرن الثالث، كانت في القرن الثالث في عهد المأمون. وموجودين فين؟ دلوقتي مش موجودين، لا وجود لهم، ولكن لهم في أفكار من أفكارهم بتتردد بين بعض الناس دون أن يدروا أن هذا هو كلام المعتزلة. فهمت إزاي؟ ده كان كلام المعتزلة. أيوة بالضبط. كانوا موجودين في العراق وفي كل حتة، كانوا موجودين لهم كده إيه يعني علماء منتشرين في أماكن مختلفة من العالم الإسلامي، لكن كان تركزهم الأساسي في العراق وما وراء النهر. وما فيش نزل مصر يعني أيام مصر كان فيها معتزلة. مصر كان فيها معتزلة، لكن الحمد لله يعني ما عاد لهم وجود الآن لا في مصر ولا في غيرها، مع أن المعتزلة تولوا حكم العالم الإسلامي في فترة، يعني المأمون كان خليفة المسلمين ويذهب مذهب المعتزلة، لكن سبحان الله فكرهم ما انتشر. وده يؤكد إيه؟ أن الإسلام لم ينتشر بالقوة. لو كان الموضوع موضوع اللي بيمسك الحكم بيفرض رأيه كان كلنا بقينا معتزلة. واضح؟ محدش موجود من هذه الفرق، الفرق اللي مذكورة في الكتب مش موجود منها الآن في العالم إلا الشيعة، الشيعة والإباضية. والشيعة مش كل فرق الشيعة كمان، يعني الشيعة المذكورين في كتب حوالي 70 فرقة، اللي موجود منهم الآن الإثنى عشرية والزيدية والإسماعيلية والإباضية، دول من الخوارج، والخوارج فرق كثيرة جدا، مش موجود منهم غير فرقة اسمها الإباضية موجودة في عمان بس، دولة اللي موجودين. بقية العالم أهل سنة اللي هم السواد الأعظم، كله كان موجود. لا أيام المعتزلة هي الفترة دي اللي هي الفترة اللي من بعد مقتل سيدنا علي دي، من أيام بقى ظهور الشيعة الخوارج، ثم ظهرت بقى إيه تتابعت الفرق دي كلها، كانت في الفترة دي من أواخر القرن الأول لحد القرن مثلا الرابع والخامس، دي الفترة اللي كان فيها الفرق الاعتقادية دي كلها. ثم بعد ذلك استقر رأي الأمة على رأي المدرسة الأشعرية والماتريدية من بعد في أواخر القرن الخامس الهجري في العالم الإسلامي كله. بقى في العالم الإسلامي كله يعني المعتزلة في العراق وما من وراء النهاية، لكن الجبرية والقدرية موجودين كانوا فين أيامها؟ ما لهمش أماكن تركز أصلا، ما كانوش دول بتحكم، دول كانوا أفراد لهم آراء، فما تقدريش تقولي موجودين فين بالظبط وفين، لا دول أفراد لهم آراء في أماكن مختلفة. تفضلي. لا هو مجرد تقريب للمفهوم بس، مجرد تقريب للمفهوم، وإلا فإحنا بنثبت مثلا الحياة لله وبنثبت الحياة لنا مش كده، لكن بنعتقد أن حياة الله ليست كحياتنا، فإحنا لا بنقول إحنا فينا كلام اسمه الكلام النفسي، الله عز وجل فيه كلام يسمى كلام نفسي، مع اعتقادنا أن هذا ليس كذلك.
ورد وكلم الله موسى تكليما حتى يسمع كلام الله. ما هو قال لك الكلام لا يكون في احتمالين، إما أن يكون الكلام بالمعنى النفسي أو الكلام الذي هو بحرف وصوت أو الحادث. الحادث نفيناه لأنه لا يصح أن يوصف الله بحادث زي صفة القدرة. إيه الاحتمالات؟ يد الله فوق أيديهم، إما أن تكون معنى القدرة أو النعمة أو الجارحة. الجارحة ما ينفعش، يبقى إذن يتبقى احتمال التاني حتى يسمع كلام الله. كلام الله مش هينفع يكون الحادث، يبقى إذن القديم اللي هو بالمعنى النفسي. اللوح المحفوظ هو نفس الكلام النفسي؟ لا، اللوح المحفوظ ده مخلوق نوراني كتب الله فيه ما كان ويكون إلى قيام الساعة. أي مخلوق هو حادث؟ السؤال اللي سألته المرة اللي فاتت وجاوبنا عليه المرة اللي فاتت، أي حاجة دون الله فهي حادثة، دي حاجة معروفة جدا. يعني ايه؟ طب شيخ، ازاي رأي المعتزلة؟ ما تحسسنيش اني غلطان اني خليتك تقرا في المعتزلة. ازاي رأي المعتزلة؟ المعتزلة بيقولوا ايه؟ ان كل شيء ان الله قدير وكل حاجة حادثة بما فيها صفات وتجريد تام بأجراد ربنا. طيب ما هو اتفقوا معنا كل حاجة حادثة. طب ده رأينا احنا، قلنا كده ولا احنا اتفقنا معهم في ان المخلوقات حادثة واللوح مخلوق؟ اللوح هو اللوح ده صفة من صفات الله؟ في صفة من صفات اسمها اللوح؟ ولا ده خلق من خلق الله زي الارض زي السماء زي الشمس زي القمر؟ طب واللي اتكتب على اللوح؟ يا عم خليك بس معايا والنبي شوية. اللوح ده مخلوق من مخلوقات الله، صفات الله قديمة ليست حادثة. شكرا. ما تقوليش بقى ده كلام المعتزلة. كلام المعتزلة ازاي؟ لا مش كلام المعتزلة، شبه كلام المعتزلة. طيب ما المعتزلة بيصلوا كل شيء حادث يا سيدي. ما المعتزلة بيصلوا، المعتزلة بيصوموا، المعتزلة عباد زهاد. ما نعملش ما نصليش عشان المعتزلة بيصلوا؟ بس فالمعتزلة قالوا اللوح محفوظ، اللوح المحفوظ حادث. احنا كمان بنقول اللوح المحفوظ حادث، اصابوا في هذا الحق. لما قالوا صفات الله حادثة لم يصيبوا الحق. سهلة هي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.